موسمين بموسم واحد، موسم الغابات والسموم والتوكسيك وموسم الصيف. بطلين من نظرات جديدة، سكنات اكثر من رهيبة وسكنات ببلاش. كل هذا رح تشوفه في فيديو اليوم، فلا تنسى تشترك بالقناة وخلينا نبدأ على طول. البيئة الجديدة المفروض عبارة عن بيئة غابية طبيعية لحتى صار فيها سم أو سحر، وحدة منهم. بكلا الحالتين بتتبع الموطن الجديد للعيلة الجديدة، وأول بطل معنا من هاي العيلة هو كورديلياس. حرفيا شاب شوي وبيكتبوا اسمه الثلاثي. كان مزارع حاله حال نفسه، ولكن السحر الموجود هناك خلاه مزارع مجنون. هجوم كوردي عبارة عن فطرين بدمج أكثر من خرافة. التلقة الأولى 1090 دمج، والتلقة الثانية بتوصل ل 1417 دمج. انتو حتقولوا انه اكيد مع الدمج العالي هاد ايمو حيكون قصير، ولكن خليني اقول لكم انه ايمو اطول من ايمو بريمو وادجار، يعني ما بيعتبر اصلا ايمو قصير. وحلو الموضوع انه براول ستارز محس فيه انه ايمو قصير من جد، فعطته السرعه اكثر من طاقه، يعني حرفيا سرعته بتوصل لكرو ماكس. ولا بعد كمان عنده خاصيه باز، لو قدر يقرب على هذا راح يقدر يعبي منهم السوبر. شوية شاو بيخلونه يحرر الأقصى. السوبر حقته عبارة عن 1v1، ولكن الفايز فيها هو كورديلياس. نسبة نجاة هذا العدو أقل من 10%، لأنه هذا العدو راح يزعل كثير. أول شيء خصائص كوردي راح تاكل باب. أول شيء راح يصير عنده سرعة أكثر من السرعة تبعيته، راح يحصل على السرعة التعبية إضافية، يعني كأنه عبارة عن ماكس مع سوبر، بس ماكس مع ريلود سريع كمان. الحلو الأكثر إنه العدو راح يصير أبطأ، كمان ما حيقدر يستخدم لا الجهاز ولا السوبر، كل اللي حيقدر يسوي إنه يضرب طلقات عادية وحيد يركض اوريدي ومبطل، فهو لاقم لاقم ما ادري وين حيقدر يركض. يعني هذا نفسه اللي داخل فايت 1v1 غصبا عليه ما عنده اي حل ثاني، ويعرف انه راح يخسر، رح تضل لفترة معينة جوا هي السوبر الا لما ضدك يقتلك او تقتل، وعلى الاغلب رح تقتل. واثناء هي السوبر رح تكون ال 1v1 نظيفة، كلا التيمين ما رح يشوفوا اي شيء قاعد يصير جوا هي السوبر. بالنسبة لهم بس في اثنين من تيمهم انشال، كوردي بصير عالم مجنون مع سكنه البراول باس واللي شبيه كثير لسلاح بايرون. هناك عند هذه الصيف في اشياء زيادة او سكنات غريبة عجيبة ببيت الغابة المجنونة. 8 بيت بصير عبارة عن بيت ساحرة مسكون، وفي عصفور كمان. الضربات عبارة عن ضربات اشباح، والحلو الموضوع ان هذا السكن حيكون سكن البراول باس، رح يجي مع البراول باس وحتقدر تشتري ببلينك على طول. لو عبارة عن حجرة، بس حجرة من كياتزا تحس انه خفيف وحلو واصلا مانو حجرة. والحلو اكثر انه حيكون سكن بواليه، بتعرفوا شو يعني هذا الشيء صح؟ تشيستر بصير شجرة غريبة بزيادة، لكن حلو موضوع انه افكتات السوبر تبعيته بتحمسك لتشتري هذا السكين مع انه هو بطل ميت. وجنت واخيرا صارت تطير ولكن مع اجنحة، بسكين الشرنقة السوداء جنت. هذا السكين رح تربحون ببلاش، رح احكي لكم اكثر بنهاية هذا الفيديو. وهلا خلينا نبدا مع تحديث الصيف، صيف القراصنة، واللي الصراحة ما توقعت يكون في صيف القراصنة، انهم بعدوا لنا حبتين عن افكار القراصنة، ولكن هالمرة القراصنة مش القراصنة عادية، بل هم قراصنة ملعونين. بداية مع سكين القرش، واللي الروبوت تبعها رح يحصل على شكل قرش، وميك نفسها رح تصير عبارة عن الشبح الموجود بسبونج بوب. شوف يدها خضراء. جريف بصير راسه عبارة عن ون بيس، لانه عبارة عن كنز غرقان، يعني ون بيس كنز غرقان بحر. بيبي، وحرفيا بيبي طول ما فيها اشباح وخوف فلكشنات اعرفوا هذا السكين حيكون رهيب. وحلو الموضوع انه ما بس عبارة عن اشباح، لا بل كمان في ميزة انه هي قرصانة وفيها شبح. واخيرا لسبب كل جلبة القراصنة هاي هو سكين سيرج الكركدان، هو اخر سكين موجود بالسوبر سلميك واخر رابح من السوبر سلميك. وحديثا عن الصيف، واخيرا باز صار عنده صاحب، خليني ابشركم انه هو غثيث نفس باز. دوغ هو البطل الخرافي الجديد لعائلة باز. اعرف انه اسمه هاد دوغ، واللي يعني ما هو كلب ولكن هو اسم الاكل، ولكن انا حسميه كلب لانه هو كلب من جد. بالبراوزر كانوا يقولوا انه ديناصور كيوت وحباب، ولكن ابدا ما شفت هذا الشيء. هاي الشخصيه عباره عن هيل عم تمشي، طول ما انك ان جنبها انت ما راح تموت. بوك عشان هيل اصحابه كان يحتاج ستار باور، بس ذا الاخ ما يحتاج يكون عنده ستار باور، حتى ما راح يحتاج يكون عندك ايم، هو عباره عن ضرب جاكي مع هيل، بس اوتي ايم لاصحابك واصحابك راح يقدروا هيلو، لما يكون قريب على ضده حيقدر يدمجهم. دوغ هو اول بطل قادر انه يصحي اصحابه لو ماتوا، لو مات صاحبك عندك الهوت دوغ اللي راح ترجعه على الحياه. راح يرمي هدوك على صاحبه، حتى ترمي هاي الهدوك على نفسك لترجع نفسك الحياة. لو متت وكان عليك اشارات الهدوك راح ترسم بعد فترة وجيزي بنفس المكان، ولكن الهدوك لها وقت معين، يعني ما راح تدوم لك لين تموت، يعني تقريبا لازم تحطها قبل 5 ثواني، ما ادري كم بالضبط، ولكن لازم تحطها بوقت معين عشان اول ما تموت على طول ترسمي، ما تحطها وانت هيلك فل. راح ينزل دوك على اللعبة ببداية اغسطس مع سكنه بسعر 29 جوهرة. لا تنسوا يا شباب انه راح نشرح اكثر عن البطل الجديد كورديلياس وعن البطل
يوصل جديد دوك بفيديوهات مخصصة لهم، فتأكدوا انكم مشتركين وفعلين جرس. قبل أن نبدأ عن الصناديق والحظ الجديد الموجود ببراوسترز، خليني احكي لكم عن سكنات اضافية وعن تعديلات سكنات جديدة. بداية مع سكن القرصان الظلام حق كار، بياخد تعديل بيخلي شكله اطلق وبيستاهل كل ستار بوينز دفعت عشانه. ترى السكن الابو كلب بيحصل على تعديل بيخليه يصل 1000 البلينك اللي دفعتها. بيني سكن البوليك بياخد تعديل وبتصير كأنها عبارة عن دبابة عم تمشي. وكرون ناري كمان بياخد تعديل، والصراحة السكن بدا يدخل راسي بعد هدر الموديل وطريقة عمله بشكل افكتات احلى وشكل احلى، يعني صار يستاهل 300 جوهرة. وش اللي بيخليه يستاهل 300 جوهرة اكثر؟ انه هذا السكن رح تحصل فيه على مجموعة بينز بيضاف الى بخاخ وصورة. لو عندك السكن حتحصلهم بشكل مجاني. واهم شيء انه هذا السكن رح يحصل واخيرا على اصوات خاصة لكرو. بوني يا شباب واخيرا بتحصل سكنات جديدة. سكنين بسعر 29 جوهرة. بوني وحيد القرن باللون الزهري مع اليون كيوت بشتريه. بوني يدافع دعما لرياضة كرة القدم للنساء وهالسوالف هي. مش مهتم رح اشتري السكن. وهلا يا شباب خليني احكي لكم عن طريقة الحظ الجديدة ببراو ستارز. السنة دي ما رح ترجع اللعبة، بل رح يجي شيء احسن من السنة دي. عملة الستار او عملة النجمة اللي بيقال انه اول ما حذفوا السنة دي اللاعبين صاروا يشتكوا للعبة انه ما عاد صار في عنصر الحظ وعنصر المفاجأة الموجود ببراو ستارز زمان. فعشان هيك اللعبة جابت لكم النجمة هي. طريقة حصولك على هالنجوم انك كل يوم بس لازم تلعب، رح تحصل على 3 نجمات يوميا. كل اللي عليك عشان تحصلهم انك لازم تلعب وتفوز. باور ليج، حرب كلانات، ايام كؤوس عادية، حتى ماب ميكر، بس المهم انك تدخل ايام وتفوزها. بعد اول فوز لك حتحصل على النجمة، بعد رابع فوز لك حتحصل على النجمة الثاني، بعد فوزك الثامن رح تحصل على اخر نجمة والنجمة الثالثة. النجمات نفس الابطال رح يحصلوا على ندرات معينة، نادرة، بالغة الندرة، استثنائية، خرافية واسطورية. كل ما تكبسون على الشاشه رح يكون لكم فرصه لتطورون الندره حقتكم على حسب عدد النجوم اللي عندكم. كل ما زادت الندره كل ما زادت المكافاه. من علمه النجمه رح تحصل على فلوس، نقاط تطوير، ارصده، بلينك، ابطال، وكمان ضافا رح تقدر تحصل على بينز وفي منهم بينز حصريه، بخاخات، صور شخصيه، وبتوصل الشغله للسكنات. السكنات رح تحصلها سكنات تشتريها ببلينك، وهي سكنات مش موسميه عشان يصير ظلم لحقين اللي اشتروا السكنات بجواهر. نزلت الخرافيه الاسطوريه ما رح ينزلوا بشكل مجاني بالبداية، رح ينزلوا بجواهر، ولكن مع الوقت رح يصير كل شيء ببلاش. ولكن ما كل شيء كويس بدوم. للاسف براوسترز عملت نيرف على بعض الجوائز، جوائز حرب كلانات، جوائز البور ليج، وحتى البراول باس، واغلبها من نهايه البراول باس اكلوا نيرف. الجوائز صارت اقل، وخاصه انه البور ليج صار يعطيك 125 بلينك على كل رانك. لا تفكروا انه خلاص براوسترز هيك ظلمت كل اللاعبين ومعصب في جوائز بتكفي لحسابك، ولكن يا شباب داني اقسم بحياته انه هدول الجوائز صاروا اكثر مع عمله الستار جديدة. يعني انت حرفيا ما خسرت شيء، انت بس صرت لازم تلعب وتفوز لحتى تحصل على الاملاك. لسه جوائز حرب الكلانات البور ليج والبراول باس موجوده، ولكن انه صار في عندك مكان اضافي انه تقدر تحصل على جوائز اكثر. ما في شيء قليل، ما في اي شيء سيء، لا بالعكس صارت بشكل احسن. وللاسف يا شباب خبر تعيس للسيمز حقين باولا انه باولا حتترك البراول توك. هذا اخر براول توك لباولا، فنقدر نودعها كاخر براول توك. ما ادري مين حيصير يقدم البراول توكس مع داني، فممكن فرانك يجي وخلاص. بخصوص السكن الجيف اواي يا شباب حوزع لكم 3 سكنات تقدروا تدخلوا على السحب بس بدخولكم السيرفر ديسكورد وتكبسوا كبسه وحده، ما بتحتاجوا تعملوا اي شيء زياده. فتاكدوا انكم داخلين السيرفر ديسكورد وخليكم جاهزين لفيديوهات التحديث الجديده اللي رح تجي بهذا الاسبوع. تكفى اليوم باي.